طيب تعالوا نتعرف على اشهر الفوائد اللي هتبداي تشوفيها لما تستخدمي الكبسولات دي. اول فايده وهو انها بتحسن نمو الشعر وكمان بتزود طوله. الفايده الثانيه وهي انها بتقلل من تساقط الشعر. الفايده الثالثه بتقوي الشعر نفسه وكمان بتزود الكثافه بتاعته. فايده مهمه جدا تانية وهي انها بتمنع تقصف الشعر وبتمنع المظهر بتاعه الغير صحي. طيب تعالوا نتعرف على الجرعه بتاعت الكبسولات. زي ما انتم شايفين العلبه فيها 60 كبسول والجرعه كبسولتين يوميا، يعني العلبه هتقضي معاكي لمده شهر وسعر العلبه 93 جنيه. وبالنسبه لكبسولات هيرتونيك هتلاقوها متوفره في جميع الصيدليات. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده.